خوفنا معكم في هذه الفيديو جديد وفي انبوكسينغ جديده على قناتكم قناه قراني فيها. والله فيديو اليوم جبنا لكم زوج حوايج، واحد الزوج وين جبناهم من موقع جير باست. الموقع جير باست اللي ما يعرفوش واللي ما سمعش في الجديد تاعو، وانه موقع جير باست اصبح كيتشري زوج حوايج في طالب واحد، يعني مثلا كما انا جبت كما شفتوا في العنوان زوج ميغاتروا في يعني في كولي واحد، بدل ما ندفع 30 دولار يعني 15 دولار على الواحده، يعني 15 2 30، واللي ندفع 15 على 2 ندفع 7 دولار على كل دي اش ال باك. المهم هذا الطلب جبنا فيه هواتف من شركه جير باست، هواتف 100 طروه، ال 100 طروه اللي تكلمنا عليها المره السابقه واللي مازال ما خدمتش الفيديو تاعها ما بارطاجيتوش. واش راح نقول لكم، اليوم راهم جايين عروض على خاصه باول نوفمبر 11 نوفمبر والبلاك فرايداي عيد هالوين وعيد الجمعه السوداء، يعني اغتنموا الفرص. اللي ما عندوش كارت فيزا نقدر نشري له كونتاكتيني ولا يكونتاكتي جير باست ارابيا، كانت مال اخي هي يشري لكم. خاوتي واش راح نبداو بلا ما نطولوا الهضره، كما قلنا سلفنا على هذا التليفونات 7 دولار على كل شحن لهاتفين. نبداو على بركه الله نروحو نحلو غاس نس قبل ما نبدا. دير جيم هنا لك هذا، دير جيم ابوني 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 مربع الاحمر باش توليك تحل كل جديد. يا يو نبداو على بركه الله وراهو في الباك الاول او الكيس الاول. ديجاني بعدها هاي الأولى بسم الله، هاهم هاتفين شيومي 100 طروة. هاي يا مواطن شوف شوف، هادو زوج طروة. نزيدو نفتحو الأخرى زوج ثاني طروة، يعني ماشي حاجة جديدة علينا. هاهي زوج هواتف طروة مش مفتوحين إطلاقا، يعني مازالو في الباقة تاعهم. هاهي خاوتي اهم هذه نديرها صوت العرض. اللي سقسيني السعر تاعها، السعر هذه جبت الاطروا الخاصة بال 128، يعني 128 جيجا بايت، غير متوفرة متوفرة في الاسواق الجزائرية، يعني في حوانت كاينة غير 64 جيجا. جبتها عرض خاص. المهم هذه هي ال 100 طروا شاومي. اللي حاب نديرو عليها فيديو يخلي لي في الكومنتار تحت في تعليق اسفل الفيديو، نهضروا عليها نديرو عليها عرض مفصل. يعني 100 طروه خرجت مع النوتسات، مع ضربه النوتسات. انا ما كان خاوتي كان هذا بالنسبه للانبوكسينغ تاع اليوم. ما تنساوش ديرو لنا لايك وابوني سبسكرايب. يا تلقاو فيديو جديد، سلام.